السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا على اليوتيوب، متابعين قناة المشاريع الصغيرة، حياكم الله. أخواني اليوم الحمد لله فضل كريم نزلنا المرحلة هاي، مرحلة إن شاء الله جيدة، أمورنا طيبة الحمد لله رب العالمين. أخواني مجهزين كل أمورنا قبل، يعني لازم تكون مدجنتك جاهزة قبل. جهزنا المدجنة كامل، من تدفئة، من إنارة، من مياه، من مشارب، من معالف الصواني هاي. فهاي كلها ضرورية لتكون عندك فوج ناجح. طبعا اخوان اليوم الله اكرمنا، جانا صوص، الصوص صحته جيدة، يعني حرك اموره بفضل كريم طيبة. طبعا شباب يعني هاي المشروع هذا، واحد يوم ما يكون عنده يعني مشروع ويهتم به راح ينتج معه، ويكون الله عز وجل هو سبب توفيقه الأول والبداية، والله عز وجل سبب التوفيق. فنتمنى من صاحبين المشاريع المربين يعني يحطوا جهودهم بمصلحتهم بمشاريعهم. طبعا الحمد لله رب العالمين، والله بلشنا من الصفر، فأسأل الله رزق للجميع إن شاء الله. طبعا أنا كنت مجهز المكان معقم ونظيف تمام قبل ما اوسع الصوص، لانه انت اذا اشتغلت مع باقي المطلعه راح المفقس يقول لك التاريخ كذا راح يجيك الصوص، ينزل لك الصوص. فطبعا اني كلموني بهذا اليوم ثلاثه يجي صوص. انا كنت قبل فتره هاي مجهز اموري من المشارب للاناره الكامل، يمكن في فيديوهات السابقه كلها يعني تشوفونها انتم. ف مباشر نزلنا الشادر هذا مشان، لانه لسه في المدجنه كمال لها، مشان الدفى لازم الصوص تكون حرارته 30 وما فوق، 28 وما فوق ما بدا اثر. طبعا اليوم درجه الحراره من دون صوبه طبعا يا شباب 32. طبعا الصوبه شغلناها بالبدايه، دفت المكان طفيت، المغرب نشغلها. لازم الصوص ما يبرد اول نهارين، لازم ما يبرد تمام. نزلنا بهاي المي تاعكم مختلف لونها يا شباب، المي حطينا ثلاث ادويه مثل البودره استقبال للصوص، فيتامينات ويعني العلاج يعرف البيطري اللي بيعطيك اياه، هو دواء استقبال صوص. طبعا اذا كان الدكتور فهمان اللي انت تتعامل معاه ما راح تصير عندك امراض ومنتظر الكريم، واذا انت كنت مهتم بشغلك ورزقك كمان الله عز وجل راح يكون حليفك ومتوفق ان شاء الله، موفق ان شاء الله. فاخواني ادعمونا بهاي القناه لنظل ننشر لكم كل شيء مفيد. واي استفسار على القناه يا شباب، اي استفسار بالتعليقات انا مباشر برد عليكم ان شاء الله، ورقمي موجود صندوق الوصف. حياكم الله متابعين قناه مشاريع صغيره، راح نصور لكم المشروع الدوره هاي، كل بين فتره راح ننزل فيديو اللي نشوفه مناسب ويفيد المتابعين راح ننزله ونفيد متابعين نبي. لا اذا واحد من المتابعين حب يستفسر حب شيء احنا بخدمته، وراح يكون اذا اشتغل بهاي المشروع راح يلقى السهوله، يكون فهمان مشروعه وشو بده يشتغل. حياكم الله.